في 17 من سبتمبر عام 1928، ثلاثة أشخاص اجتمعوا في قلعة على المرتفعات الاسكتلندية وقاموا بتوقيع على اتفاق سري نص على تقاسم ثروة العالم ومنع أحد من الاستفادة. لاحقاً سيعرف هذا الاجتماع وهذا الحلف بالكارتل النفطي، ولاحقاً سيحقق هدفه ويحكم العالم. قصة الشقيقات السبع حين تقاسم أباطرة الذهب الأسود العالم. مطلع القرن العشرين، كانت السفن البريطانية والأمريكية تشق البحار باستخدام الفحم، ومع اكتشاف النفط في عدد من دول العالم تحولت هذه السفن لاستخدام البترول، كما أن شركة فورد بكر شركات صناعة السيارات الأمريكية بدأت بإنتاج أعداد هائلة من السيارات التي تسير على الوقود القادم من آبار البترول، ما زاد الطلب على النفط ومشتقاته وجعله يرقى ليصبح ذهباً أسوداً كما كان يوصف، وجعل حرباً تلوح بوادرها في الأفق ستندلع طمعاً بهذا الكنز المكتشف. ولأجل هذا تراكز الثلاث شركات الناشئة من تفكك شركة أمريكية كبرى هي ستاندرد أويل لعقد اتفاق فيما بينهم يوزع الثروة الجديدة بينهم ويضمن لهم السيادة على سوق النفط والطاقة. هذه الشركات هي إكسون ورويال داتش شيل وبريتش بتروليوم، وحددوا مناطق نفوذهم أنذاك في دول العالم الثالث وتحديداً إيران ودول الخليج، متعاهدين فيما بينهم على منع أي أحد من الاقتراب من هذا الذهب الجديد. إلا أن صعود النازية في ألمانيا ووصول هتلر للحكم كاد يقلب الطاولة على هذا الاتفاق، حيث بدأ الزعيم النازي بإنشاء سكة حديدية من وسط أوروبا وحتى حدود قارة آسيا بغاية تأمين الوصول إلى آبار البترول. لتبدأ الشركات الثلاث حرباً صامتة ضد هتلر، تضمنت دعاية تضخم مخاطر النازية وتصور هتلر على أنه عدو للبشرية، حتى جاءت الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بالقضاء على النازية، لتعود السيطرة لشركات النفط التي وجدت منافسة من أربعة شركات أخرى صاعدة، اضطرها لإعادة اتفاقها الثلاثي القديم ليصبح الحلف الجديد يضم سبع شركات كبرى هي إكسون وبريتش بتروليوم ورويال داتش شيل وموبيل وشيفرون وغولف أويل وتكساكو. ولتتمكن هذه العصبة الجديدة من الشركات من رسم خارطة العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، ولتستحوذ هذه الأخوات السبعة على 90% من احتياطي نفط العالم. ومن منتصف الأربعينات حتى الستينات أدير العالم تقريباً من قبل هذه الشركات، حتى أن الحال وصل لإزاحة أنظمة دول وتنصيب أخرى مكانها كما حدث في إيران عند إزاحة الشاه من الحكم. مطلع الخمسينات ضغطت هذه الشركات على الحكومات الغربية لإعادة الحكم للشاه، لكن مع مرور السنوات نبت للشقيقات السبع أعداء جدد تمثل بسياسة التأميم التي اتبعتها بعض الدول والتي تعني بسط الدولة نفوذها وملكيتها على أبار النفط وتصديره. وعدو آخر ولد عام 1960 عرف بمنظمة أوبك، وهو تحالف الدول النفطية في العالم، بالإضافة لعدو ثالث تمثل بالشركات النفطية الجديدة. ودارت رحى حرب طاحنة بين هذه الأطراف والشقيقات السبع، امتدت منذ مطلع السبعينيات حتى مطلع القرن الجديد، وانتهت بالقضاء تقريبا على الحلف القديم. وجاء العام 2017 ليشهد اندثار شركات من الشقيقات السبع الذي لم يبق منه سوى أربع شركات، هي إكسون موبيل وبريتش بتروليوم ورويال داتش شيل وشيفرون. ثم يأتي العام 2017 تحديدا معلنا حلفا جديدا ورث الاسم القديم نفسه، لكن بأسماء شركات جديدة ووطنية بسطت نفوذها على سوق النفط والطاقة، وهي بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز شركة أراماكو السعودية وغاز بروم الروسية والشركة الوطنية الإيرانية ومؤسسة البترول الصينية وبترول دي فنزويلا وبترو براس البرازيلية وبترو ناس الماليزية
لينتهي عهد الأخوات السبع القدامى ويبدأ عصر الشقيقات السبع الجدد. لكن مع فارق بين هذه الشركات وتلك يتمثل بالهيمنة العالمية على السياسة، فهذه الشركات الجدد اقتصر نفوذها على قطاع الطاقة، ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت ستستخدم نفوذها بعالم السياسة وصنع القرار.